السلام عليكم خوتي المغاربة، عواش مبروكة. اليوم خويتي جيت نشارك معكم واحد القصة ديالي. أنا وقعت لي واحد القصة ديال السلف اللي ادتني 15 عام للسجن. أنا كان عندي واحد الصديق بحال الأخ ديالي، عزيز عليا وتنبغيه من قلبي. واحد النهار من الأيام جال عندي قال لي خويا راني محتاج وما لقيت عند من نمشي، انت اللي بحال خويا جيت لعندك تشوف لي شي حل. والله اخويا الحاجه اللي تقلت عليك خففت عليا، مالك شنو خصك؟ قال لي خويا راني محتاج لواحد 5000 درهم ضروري محوش فيها. بقيت نشوف فيه وكنشوف 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 واش تحت عييت وقلت هذا بحال خويا منخليهش محتاج، منخليهش محتاج نشوف له شي حل نساعدو، ربي يجيب لي يساعدنا جميعا ما كاين مشكل. كانت عندي واحد 3500 درهم، مشيت عند شي ناس معرفة تسلفت منهم، تسلفت من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا حتى جمعت لي 5000 درهم. عيطت له في التليفون وقلت له اجي عندي، جبت الفلوس فرحت وعطيتهم له، عطيتو 5000 درهم. كنت فكر داك الشي وكنت ألم، عطيتو 5000 درهم. المهم بقات الأمور هي على ما هي، هذا هي ما هي كما كانت، بقات الأمور كما كنا أنا وياه. واحد الشهر كما كنا، الشهر الثاني بدا تتنقص شويه المعلقة، الشهر الثالث هو بدا تتنقص. المهم انا ملي عطيتو 3 شهور ما هضرتش معاه في داكشي، واخا شتو كيقلل من الهضره في التليفون ما بقيناش نتلاقاو بزاف. المهم انا ما حسبتوش، دازت 3 شهور. واحد النهار مشيت عندو للدار قلت له كي داير بخير لاباس عليك توحشتك فين هاد الغيبة؟ قالك غير الدنيا مهما يبقى فيها وراك كتعرف المشاغل ديال الدنيا، غادي تديك غادي تجيبك غادي تديك غادي تجيبك. المهم قلت له يلا نمشيو للقهوة، نجلسو في قهوة شوية راني توحشتك نهضرو شوية نضحكو شوية. المهم قال لي واخا، غادي تسنى وخرجنا جلسنا في القهوة بقينا كنهضرو بقينا كنضحكو، قولها وضحك عليها قولها وضحك عليها حتى وصلنا للمسألة ديال السلف. وانا نقول له كيفاش اخويا غادي محتاج دوك الفليسات، انت ما اتصلتي بيا ما سبقتي لي لا 1000 درهم لا 2000 درهم لا والو، ما نسيتي ما فهمتش. قال لي اصبر عليا شويه صاحبي، ما بقيتش خوك وليت صاحبك خلاص. قلت له صح، راه 3 شهور هادي مش عطيتك المبلغ، شي حاجه خصك تحس بلا ما نهضر معاك انا خصك تحس. قال لي وتكون تاعان فين كاين المشكل؟ قلت له انت الا ما عندك مشكل انا عندي المشكل، المشكل هي راه الناس كيتسالوني خصني نرد لهم فلوسهم. قال لي واص
صافي رد لهم بشوية بشوية حتى نتفاهموا أنا وياك بيناتنا. بقيت تنشوف سكات، بقيت تنشوف صبرت وتقشفت على راسي ورديت ليهم فلوس. بعد عام تلاقينا في القهوة، خرجت معاه نيشان بلا السلام عليكم بلا والو، اخويا واش ما تعطينيش رزقي؟ قال لي امالنا صاحبي غادي نهربو، مالك على هاد الجوع؟ وياه الجوع حيت ساحتك وعطيتك الفلوس وما خليتكش محتاج، المهم دابا غتعطيني فلوسي من الاخر. قال لي دابا منين خرجتي معايا لهاد الشي وخرجتي هاد الهضره، يا والله لا شديتيهم نسير فين ما بغيتي، ما حسيتش براسي حتى شنقت عليه وضربته براس. هز الكاس ضربني قصر لي وجهي، هزيت الخاوي ديال المناضل هرستو مشيتو ليه في قلبو. منين جاو الشرطة وداوني وبعد ما مشيت للمحكمة تحكمت ب15 سنة. عاد فقت من القلبة وما عمرني نسلف شي حد وما عمرني نعطيت شي حد. تايدي جاي يسلفني شي واحد نقول له سبني وعايرني عاد نسلفك، منين يسبني ويعايرني نقول له سير دابا تقود. عاد وصلت لواحد الكلمة كنت تنسمعها، عاد وصلت لها ديك الكلمة اللي كتقول اتقي شر من أحسنت إليه، وهذه بغيتكم تاخذوها للعبرة ماشي للفرجة. السلام عليكم.